معرض خطوة للتوظيف بيعلن عن أكثر من 4800 وظيفة بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة. انطلاق أكبر معرض التوظيف، معرض خطوة للتوظيف التاسع والذي يوفر أكثر من 4800 وظيفة ومشاركة أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة لكبرى الشركات في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير فرص وظيفية متعددة لجميع المؤهلات والتخصصات للرجال والنساء. المؤهلات المستهدفة: الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فعلا. في الصفحة الخاصة بمعرض خطوة في النسخة التاسعة، التسجيل طبعا متاح لجميع التخصصات والخبرات، كافة الخبرات مطلوبة، حديث التخرج وذوي الخبرة. أبرز الجهات المشاركة: وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، زين السعودية، مطارات الرياض، مشروع اليوم، الهيئة الملكية بالعلا، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شركة السودة للتطوير، الشركة السعودية لشراء الطاقة، إمداد الخبرات، برنامج الشركات، شلبوب جروب، هيئة تطوير منطقة عسير، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، السفارة الأمريكية، كفالة، المدينة الطبية جامعة الملك سعود، مستشفى الملك خالد التخصص للعيون، شركة إيلاف في الفنادق المحدودة، شركة مستقبلي، شركة الفنار، المؤسسة المجدوعي القابضة، شركة هيرفي، وغيرها من الشركة. يقام المعرض خلال فترة من يوم الأربعاء بتاريخ 12/3/1445 الموافق 27/9/2023 إلى يوم الجمعة بتاريخ 14/3/1445 الموافق 29/9/2023. يبقى المعرض يقام في فترة من ابتداء من الأربعاء بتاريخ 12/3/1445 الموافق 27/9/2023 إلى يوم الجمعة بتاريخ 14/3/1445 الموافق 29/9/2023. موقع المعرض: فندق الهيلتون بمدينة الرياض. طبعا هنا الصفحة الخاصة بتقديم معرض خطوة التاسع، هنا التسجيل كزائر، هنا التسجيل للباحث عن عمل، اضغط عليها تفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل، الاسم الثلاثي، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، الجنس، المستوى التعليمي، سنة التخرج، مجال الخبرة، الشهادات الاحترافية، الاسم بالكامل باللغة الإنجليزية، تأكيد كلمة المرور هنا، هنا تأكيد كلمة المرور، هنا تأكيد كلمة المرور، هنا رقم الجوال، المدينة، سنوات الخبرة، التخصص التعليمي، نوع المنظمة التي تعمل معها، المهارات، ثم إرفاق السيرة الذاتية، اضغط هنا لإرفاق السيرة الذاتية، ثم هنا اضغط على إرسال. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم.